أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا شيخ في الآية الكريمة: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لماذا خص الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع الملة، ملة إبراهيم عليه السلام، مع أن كل الأنبياء قبل إبراهيم وبعده على هذه العقيدة؟ نعم، لأن إبراهيم عليه السلام بعث الأنبياء كلهم من ذريته، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكلهم من ذريته، واتباع ملته في التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ولهذا قال حنيفا، وقال ولم يكن من المشركين، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد والتارك للشرك. نعم.